تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يوجه المسؤولين بالتقاعد والتعويضات إلى تسهيل معاملة الناس، ويطلع على رصيد التجهيزات المدرسية بمديرية التربية. رئيس مجلس محافظة صلاح الدين يتابع الخدمات في مناطق جنوبي المحافظة، وعشرات حالات الاختناق بالعاصفة الترابية في الدجيلة. ترجيحات لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان لحسم مناصب الرئيس ومحافظي ديالى وكركوك بسلة واحدة خلال أيام. تقرير أمريكي ينصح بشراكة استراتيجية تتجاوز أخطاء الماضي بين بغداد وواشنطن، وحديث عن مطامع استعمارية بين المثنى وذقار. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.